الأسباب اللي من وجهة نظر حضرتك شايف إنها ممكن بتجعل فوانيس رمضان والزينة مش محببة أو محرمة؟ هل في نصوص قرآنية بتقول كده؟ هو في الحقيقة تم تحريف الكلام إلى حد كبير. أنا بقول إن الزينة مظهر جميل من مظاهر رمضان والفرحة بيه، إنما البعض نشر إن أنا بقول كله حرام. لا، أنا بقول حرام بس الفوانيس اللي فيها موسيقى، اللي فيها صور فنانات مثلا وحاجات زي كده، اللي فيها محرمات. انما مثلا الفانوس بتاع محمد صلاح ده جميل، الزينه اللي بتتعلق مظاهر بهجه وفرحه بالشهر الكريم، شهر الفضيل، شهر الصيام، والاولاد تفرح ونعلق. انا مع نفسي بنعلق، اولادنا بيعلقوا زينه، انما انا بس قصدت الكلام على الزينه اللي بقى فيها الفوانيس اللي فيها موسيقى وفيها ايا بقى كان كلام. نوع الموسيقى، يعني حتى لو مش اغاني، مجرد موسيقى، فيه موسيقى دينية زي الاناشيد الدينية وغيره. لا، هو الأئمة الأربعة على تحريم الموسيقى، بل نقل ابن تيمية وغيره الإجماع على تحريم الموسيقى، وعلماء كثير نقلوا ذلك. فهي الموسيقى حرام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فهي المعازف والآلات الوترية والنفخ وكل الآلات ديت كلها حرام. احنا بنتكلم على يعني شهر جميل ما ينفعش فيه نستخدم فيه فوانيس، خاصة كمان بيبقى فيها فوانيس فيها مهرجانات واغاني بقى هابطه وحاجات زي كده، فبتزيد كمان البلاء. ده شهر رمضان المفروض يبقى فيه حاجات كويسه يعني، انما الزينه نفسها والتعليق دي حاجه جميله، بس برضه ما يكونش فيه مبالغه يعني. فانوس ب 200 جنيه، ده كتير يعني، نتصدق على الفقراء. فمظاهر البهجه يا استاذ اللي بتكون في النطاق المعقول المتواضع دي حاجه جميله، اما الفوانيس بقى اللي بقى فيها محرمات او اغاني او ما شابه ذلك، موسيقى يعني، فده اللي بقول عليه حرام يعني.